السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم مع برنامج كن نجما، ومع هذه الحلقة المختلفة وبإذن الله تكون مميزة وممتعة، لأنها ستكشف لنا جوانب كثيرة عن الجانب الآخر للنجومية، كما تكشف لنا العديد من الأسرار التي يجب أن تهتموا بها وتدققوا بها عندما تكونوا نجوما في المستقبل بإذن الله. حديثنا اليوم عن أمراض النجومية العشرة، حيث ستساعدكم كثيرا بإذن الله في فهم عالم النجومية هذا وأسلوب التعامل الصحيح مع النجوم، بحيث تستعملوا الطرق الرشيدة فلا تصبح نجوميتكم مصدر فتنة للشباب وللجماهير، ولا تكونون جسرا لتحقيق أهداف قد يستغلها الآخرون. لابد من أن تحسنوا التعامل مع كل هذه الأمراض وتتجنبوها، وصولا إلى نجومية راشدة تخدم الأمة ولا تستغل الشباب والجماهير. حلقة اليوم بإذن الله ستجمع لكم بين المتعة من جهة والفائدة، وتجعلنا جميعا نعيد التفكير في عالم النجومية وخباياه وأسراره. فأهلا بكم مع أمراض النجومية العشرة. المرض الأول هو مرض التقديس. من الطبيعي أن تحب الجماهير بعض النجوم وتتعلق بهم، لكن هذا الحب، هذا التقدير، إذا أصابه الغلو تحول إلى تقديس. متى ما قدست الجماهير نجما تحولت عيوبه إلى مزايا، تحولت سيئاته إلى حسنات. ستجاهد الجماهير المحبة له في تبرير كل مواقفه الخاطئة، ويصبح أي نقد ولو كان هذا النقد منصفا لهذا النجم سببا لعاصفة من الهجوم من عند محبي هذا النجم على كل من تجرأ وانتقد نجمهم المحبوب. يتحول هذا النجم عندهم إلى صنم مقدس. هذا التقديس له مخاطر على النجم وعلى الأمة كلها، بحيث تخرج النجم عن طبيعته البشرية. فكل ابن آدم خطاء، فلا تمنح النجم فرصة ليتراجع عن أخطائه. والرجوع لقاعدة الإمام الشافعي: رأي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب، هذه ليست موجودة عنده أصلا. كما تحرم الأمة من إيجاد مواقف بديلة صحيحة بدلا من موقف النجم الذي إن كان خاطئا لم يوفق به. فهذا هو مرضنا الأول. المرض الثاني هو الغرور، شعور النجم بالتميز، شدة ثقته بنفسه إلى درجة أن مواجهته للجماهير تدخله في باب الغرور. من أسباب ذلك مبالغة الإعلام في الاحتفاء بالنجم ومتابعة أخباره وأنشطته وصوره. والغرور مقبرة النجوم، بل مقبرة كل إنسان. كان القذافي رمزا من رموز الغرور، حتى قال عن نفسه: أنا زعيم دولي وعميد الحكام العرب وملك ملوك أفريقيا وإمام المسلمين، وضعي الدولي لا يسمح لي بأن أنزل إلى مستوى أدنى. كان يقول: مشكلتي أني أحكم شعب عربي. المغرور يعتقد أن سبب تميزه إنما هو علمه، قدراته الذاتية. قارون صاحب فرعون اغتر بما آتاه الله، وخرج متكبرا على قومه في زينته، قائلا عن نفسه كما جاء في الآية الكريمة، قال: إنما أوتيته على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. الغرور خلق خداع
أول ما يخدع يخدع صاحبه، فلا يقيم نفسه تقييما صحيحا، وبالتالي يغفل عن تطوير قدراته، يغفل عن تنمية مهاراته بدعوى وصوله إلى القمة خلاص، فلا يحتاج أن يبذل مزيد عمل أو جهد. نتيجة الغرور المباشرة هي التكبر، وهو بداية انهيار النجومية والقضاء على النجم من قبل الناس. الناس ستشم رائحة المغرور وتكره المغرورين. مرض ثالث هو التوظيف، توظيف النجم بأن يتم استغلاله لترويج مشاريع الآخرين دون أن يفطن أحيانا هو أو هي إلى ذلك، حتى لو كانت تلك المشاريع تضر بمصالح الأمة. قد يندفع النجم في الدفاع عن دينه وعقيدته دون أن يفطن أنه قد تم توظيفه في صراع طائفي لا طائل من ورائه، وقد يتم توظيف النجم في الدفاع عن قضايا أمته إلى درجة أنه يتورط في الدفاع عن جماعات إرهابية أو تكفيرية. قد يندفع النجم في التحذير من خطورة الفتن والدعوة إلى الوحدة الوطنية، فيجد نفسه مدافعا عن نظام استبدادي، نظام ظالم. كم من النجوم قد روجوا لمشاريع أيضا استثمارية، مشاريع مالية، تكتشف الجماهير بعد ذلك أن هذه المشاريع وهمية لا وجود لها. خطورة التوظيف أن النجم يندفع وهو مؤمن بالقضية التي يدافع عنها دون أن يقرأ مآلات تلك القضية ونتائجها البعيدة وفي مصلحة من تصب. كثير من النجوم اكتشفوا أنهم كانوا سببا في تضليل الجماهير، لكن متى؟ بعد فوات الأوان، وسيدفعون ذلك من دينهم وقيمهم وطبعا من نجوميتهم. مرض آخر هو التضحية بالرسالة. نحن في كل حلقاتنا سنتحدث عن النجم القيمي، ليس النجم المادي. النجم صاحب القيم هو النجم الذي يحمل قيمة، يحمل رسالة يريد أن يوصلها إلى الجماهير، يستثمر نجوميته في زرع القيم وزرع رسالة. هذه الرسالة في الغالب تكون رسالة إصلاح، وأعداء الإصلاح من أصحاب المصالح الشخصية والأهواء المنحرفة كثيرون، وقد تصل الأمور بسبب هذه العداوة بين أصحاب المصالح وأصحاب القيم إلى التضييق على النجم ومحاربتهم للنجم، وقد تصل إلى المفاصلة، ويتم محاصرة النجم إعلاميا والتعتيم عليه وتشويه سمعته وصورته وتلفيق التهم والافتراءات ضده. قد يصل النجم إلى قناعة، وهي إما أن يضحي برسالته ويحافظ على نجوميته، أو يضحي بنجوميته في سبيل رسالته. الحقيقة أن النجم لو ضحى برسالته في سبيل الحفاظ على نجوميته فسيحافظ على نجوميته، نعم، لكن على المدى القصير، ويخسرها على المدى البعيد بعد أن خسر رسالته. بعد أن خسر هذه الرسالة وبهذا يختفي من عقول وقلوب الجماهير، لأنه أصبح عاجزا مثلهم، وإلا فليس له أي تميز عليهم كما كان يتميز سابقا برسالته. لو ضحى النجم بنجوميته التي هي غير مقصودة لأجل نفسها، لأجل ذاتها، نحن لا نعمل لأجل النجومية، النجومية وسيلة وليست غاية، وسيلة في سبيل الحفاظ على الرسالة. هذه النجومية نستغلها لنشر الرسالة، لنشر القيم، لنشر الفكر والغاية. التضحية بالنجومية ستكون تضحية مؤقتة، وتقدر له الجماهير هذه التضحية، وسرعان ما تتغير الأوضاع ويستبين للناس الحق من الباطل، فتظهر رسالته وتعلو قيمتها كما تتعزز نجوميته.
ويعود بريقها أكثر، فهو ربح في الدنيا والآخرة. ولكن من يفهم هذه المعادلة من النجوم؟ مرض آخر، القدوة السيئة. أحيانا تكون النجومية بلاء على النجم حينما يعيش ظروف نجومية تجعل منه قدوة سيئة، يقدم للجمهور وخاصة للشباب، يقدم قدوة سيئة، يشارك بنجوميته المادية والاستهلاكية في تغييب الشباب عن الواقع، تسطيح العقل، تسطيح الفكر، الترويج للقيم الدخيلة والسلوكيات المنحرفة، خاصة عندما تكون النجومية هي مصدر دخل للنجم ويكون لها علاقة بأخلاق الناس وأذواق الناس. كم من نجم وصاحب صوت جميل مثلا كان يتمنى أن يقدم للأمة فنا راقيا وكلمات ذات قيمة ورسالة جيدة، وجد النجم في النهاية نفسه في وسط غابة من الفتيات في أغنية فيديو كليب هابطة. كم من فنان آمن برسالة الفن في توعية الشعوب، وجد نفسه بسبب لقمة العيش في وسط للأسف ملوث، وسط هابط للأسف في كثير من الأحيان، يخاطب الغرائز، يحرك الشهوات، يهبط بالشباب إلى الدرك الأسفل من الأخلاق. بعد الفاصل بإذن الله أكمل معكم بقية أمراض النجومية الخطيرة، فابقوا معي. برأيي الشخصي وخبرتي الشخصية وقناعاتي في موضوع تقديس الأشخاص، هو أول شيء هذه ظاهرة إنسانية وليست إسلامية ولا عربية، مشكلة عند البشر، مرض خلينا نسميه أو ظاهرة. الآن كيف نتعامل معه؟ أنا برأيي الحل الأكبر له وليس الحل نهائها ينبع من الشخص نفسه. أول شيء بده إنسان نفسه يحرص قدر استطاعته على التواضع قدر الاستطاعة. 2، يعترف بخطأه إذا غلط. 3، بطريقة ذكية وغير مباشرة يقوم بمهارات وسلوكات تمنع الناس من التقديس. فهي من عند الشخص بإمكاننا نحلها بشكل كبير جدا وليس بشكل مطلق. أنا في ناس من بعيد ممكن يقدسوا الشخص ولا يملكوا عليهم سلطة، ماذا يفعل معهم بتكون مشكلتهم، لكن باللي تحت إيده التواضع قدر الاستطاعة، وبعض الأحيان يعني بقصد بده ينتبه لهذا الموضوع. ومن ضمن العلامات هو موضوع الاعتراف بالخطأ، الاعتذار، التوضيح، إعلان أني لا أعرف. الإمام مالك رضي الله عنه مش قصة شهيرة، 40 سؤال 36 قال لا أدري. هذه من ضمن السلوكات، واحترام الآخرين وتبجيلهم لمن طبقته واللي أعلى منه، هذه كلها من شأنها إنها تنزل خلينا نسمي للحد الأدنى، يصير المرض مرض طبيعي إنجاز التعبير. يعني بعيدا عن المثاليات بكل واقع يحكي لك، أنا عندما امتهنت يعني مهنة الكاريكاتير، مهنة لا تعرف يعني إذا ما كنت صادق فيها، إذا ما كنت منسجم مع نفسك ومع مبادئك ما بتنجح. الرسام اللي بده يتنازل ويغير ويبدل ويمشي مع هذا بيروح. الرسام اللي بيقدم يعني نفسه بكل صراحة وبكل صدق للناس وبدافع عن بجملة مواقف ومبادئ هي بتمثله، هي يعني صنعت فنه، هو الناس اللي بتحبه وهي اللي بتعطي الشهرة وبتعطي الاسم. لكن بكل واقعية بحكي لك طبعا في شروط إنتاجية، في 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 سقف، في خطوط حمراء موجودة. رسام الكاريكاتير الناجح هو الذي يستطيع البقاء، بيصير تنازلات وزي ما بيحكوها ننحني للريح ولكن لا ننكسر. وبالآخر إذا بتطلع أنت على مجمل أعمال عماد حجاج ستجد بالمشن أو يعني الرسالة التي يعمل عماد حجاج ما زالت منذ بداية لغاية الآن
كلياتها ما اختلفت ولا يعني. وما كنت ارسمه عندي في بعض رسوماتي اللي هو الريسايكلينج او الرسم المعاد او الرسم المكرر خلينا نحكي، اللي هو توقيع محاط باسهم، هذا دليل فقط على انه ما كنت ارسمه قبل 20 عاما ما زال يصح لغايه هذه اللحظه. هذا طبعا شيء يعني مؤسف احيانا، لكنه يعني يعطيك انه اول شيء لم يتغير كثير في واقعنا العربي السيء للاسف، وانه ما كنت اقوله انا قبل 20 عاما للاسف مضطر لقوله الان بعد 20 عاما. اهلا بكم ومرحبا مع كن نجما. نتحدث في هذا البرنامج عن صناعة نجوم للأمة يحملون القيم، يحملون المبادئ، الرسالة، ويبتعدون عن أمراض النجومية التي أصابت معظم النجوم الذين نراهم. وحلقتنا هذه تتحدث بالضبط عن هذا الموضوع، موضوع النجومية وأمراضها العشرة. وتحدثت لكم قبل الفاصل عن 5 من هذه الأمراض، ودعونا نكمل الأمراض الخمسة الأخرى. المرض السادس هو الأهداف الصغيرة المادية. للنجم عادة أهداف صغيرة مرحلية طبيعية، هذه هي تأسيس بعض المشاريع التي تدر عليه ربحا ماديا معقولا. هذا الربح مطلوب خاصة في البدايات لأجل أن تحصن من التنازل عن المبادئ أو الاستجابة لضغط من أجل المال الذي قد يحتاج إليه. هذا الدخل مطلوب من أجل الاستمرار في تحقيق الأهداف الكبرى والغاية، وهي إيصال رسالة القيمية نحو الجماهير. هذا كله مطلوب، لكن للأسف بعض النجوم يقع في شباك الأهداف القصيرة المادية هذه، وتفتن إقبال الدنيا عليه، تفتنه وتفتنها عن الهدف السامي الذي يعمل له، فينشغل باسم أن أنا أريد أن أعيش حياة كريمة ولا بد أن يكون لي دخل، فينشغل بتحقيق الأرباح، وتستمر هذه المسألة وتتزايد إلى أن ينشغل تماما بها، حتى يكتشف في النهاية أن رسالة الحضارية قد ماتت تحت ضربات الصفقات التجارية المربحة التي حققها ويريد المزيد منها، فيتحول من نجم صاحب قيم إلى رجل أعمال أو سيدة أعمال هدفهم المال. قد تصل بهم الأمور هؤلاء إلى أن يصبحوا مشهورين بين الناس بأنهم رجال أعمال، سيدات أعمال ناجحين في مجال معين، لكنهم ليسوا نجوما في تخصصهم، في مجالهم الذي اشتهروا به بين الجماهير والذي هو هدفهم الأصيل. النجاح المادي قد يكون مصيدة يقع فيها النجم ولا يخرج منها، وهنا يكون قد اتخذ من النجومية سلما لتحقيق أهدافه المادية، ويصبح مجرد جامع مال ولا يعود النجم الذي بنى نجوميته بأجل أن يجعلها وسيلة ليقدم للناس قيمة مضافة إلى حياتهم. إياكم أن تقعوا في هذا الفخ. مرض آخر هو الإلهاء. كل الجماهير تحب أن تتابع أخبار النجوم وجديد أخبار النجوم، ولذلك تسعى وسائل الإعلام إلى متابعة النجوم، ماذا يفعلون، ما هي أخبارهم، أخبار حياتهم حتى الأسرية، وتبالغ هذه الوسائل الإعلامية، فيكون للنجم حضورا في كل المجالات حتى التي ليس لها علاقة بنجوميته وبمجاله. فعندما يأتي موسم رمضان يستضاف هذا النجم للحديث عن ذكرياته في الصوم، إلى درجة ماذا يحب أن يأكل في رمضان، وعندما يأتي العيد تنتشر تلك الوسائل وتنشر عنه كيف يقضي العيد وأين قضى العيد، وفي عيد الأم يستضيفون أمهات النجوم، وفي رأس السنة يتابعون أين قضت النجوم ليلة رأس السنة، ويتابعون حتى ملابس النجوم وعمليات تجميلهم وخلافاتهم وصراعاتهم وزواجهم وطلاقهم ومرضهم وعلاجهم. هكذا يجد النجم نفسه وسط غابة من أخبار الإلهاء التافهة
تشغله وتشغل الأمة عن قضاياها المهمة. مرض آخر هو مرض التقمص. التقمص باختصار أن يتقمص النجم أمام الجماهير شخصية وفي حقيقته شخصية أخرى مختلفة عن شخصيته. الشخصية الظاهرة تختلف عن شخصية الحقيقية، فيعيش النجم بشخصيتين مزدوجتين، وهذا طبعا يسبب إنهاك نفسي عليه. سبب ذلك أن النجم إما أنه في حياته الشخصية هو فعلا يخالف الصورة الإعلامية التي رسمها أمام الجماهير، صورة متدين وهو غير متدين، صورة صاحب رسالة وهو صاحب هدف مادي، إنسان صاحب قيم وهو من أبعد الناس عن القيم، خاصة في تعامله مع زوجته ولا أولاده. للأسف الصورة الإعلامية التي رسمها أمام الجماهير تختلف عن صورته الحقيقية، ولذلك يخاف من مخالفة تلك الصورة خوفا من فقدان البريق الجماهيري، بريق النجومية. وإما سبب آخر لهذا الاختلاف أنه فعلا عاجز عن تحويل رسالته الحضارية التي ينشرها بين الجماهير، يحولها إلى واقع، إما لضعف في شخصيته وإما لعدم واقعية ما يدعو له، لكنه تحت ضغط الجماهير وحبهم له وتصديقهم لدعواه يصبح مضطرا إلى التمثيل والتقمص، تقمص شخصية رسمها الإعلام له ولنجوميته. يا نجوم المستقبل، إياكم أن تقعوا في هذا الأمر، إياكم أن تزرعوا للناس صورة ليست هي حقيقتكم، فالله سبحانه وتعالى مطلع والجماهير تشوم. مرض آخر، فتنة الجماهير. عندما يكون النجم صاحب صوت عالي في الدفاع عن الحق والدفاع عن القيم والعدالة ويدعو لهذا بين الناس، فبلا شك ستميل الناس إليه وسيحبوه، حتى تصل الأمور إلى غايتها وتصبح لحظة الحقيقة حاضرة. متى؟ عندما يبتلى في قيمه هذه، فإما أن يضحي في سبيل تلك القيم ولا بد له من ذلك، أو يتركها. وللأسف وجدنا كثير من النجوم الذين يتكلموا عن القيم والعدالة والمبادئ وحرية الشعوب والبعد عن الظلم، نجد أنهم انهاروا، فيتفاجأ الجمهور، يتفاجأ الجمهور بانتكاس النجم وبتراجع النجم عن كل ما يدعو له، بل أحيانا الانقلاب عليه كليا، فيشجع الظلم وينصر الاستبداد. طبعا هذا سيسبب صدمة لهذه الجماهير التي لا تكفر فقط بالنجم الذي يسقط سقوطا حرا إلى الهاوية، بل وأحيانا يكفر بالقيم التي كان يدعو لها بصوت عالي. هذا سيجعل النجم سببا أساسيا في فتنة الجماهير. والأمثلة كثيرة جدا وحاضرة، والربيع العربي يشهد بالعشرات من النجوم الذين انقلبوا على مبادئهم وانقلبوا على جمهورهم، حتى إذا ما جاء نجم آخر لعله يكون صادق في دعواه استقبلته الجماهير استقبالا فاترا بسبب تجربتها المريرة مع سابقه الذي تركهم على نار الفتنة يتقلبون. مرض آخر اسميناه إخلاء مسؤولية الجماهير. من أمراض النجومية الجانبية هي إعفاء الجماهير من مسؤولية التغيير، من مسؤولية الإصلاح. جماهير حملوها على النجوم وهم يخرجوا سالمين، فبمجرد أن يساند النجم، يساند الجمهور نجما في دعاوى الإصلاح وفي دعاوى التغيير نحو الأفضل وزرع القيم والنهضة بالأمة،
الجمهور الذي يساند النجوم، يشعر بعض الناس في هؤلاء الجماهير يشعروا بأن أخلوا مسؤوليتهم، يتخلوا عن المسؤولية فتخلي الجماهير مسؤوليتها عن الإصلاح وتبرئ ذمتها وكأنها فعلت كل ما عليها وزيادة، ويصبح النجم هذا هو وحده المسؤول عن الإصلاح ومسؤول عن التغيير، مسؤول عن إصلاح كل تلك الأوضاع منفردا، وتصبح الحركة الجماهيرية مجرد غطاء سرعان ما ينكشف الزيفة في لحظة الحقيقة. المسؤولية في الإسلام فردية وجماعية، المسؤولية في الإسلام مسؤولية النجم والجماهير، الإصلاح مسؤولية الجميع. وجود صوت عالي هنا وقوة مؤثرة هناك لا يعفي الجماهير من واجب التغيير والإصلاح بالتي هي أحسن. هذه هي أمراض النجومية التي نتمنى لشبابنا وبناتنا الذين سيكونوا نجوم المستقبل أن ينتبهوا لها، وإياكم إياكم أن تقعوا فيها. قليل من النجومية مع كثير من القيم أفضل من كثير من النجومية وقليل من القيم.